يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة الثلاث الأول من شهر أغسطس. طبعا في رد فعل كبير جدا على التنظيم والفعاليات والاحتفالات اللي موجودة في مهرجان العالمين، واللي بيعتبر المهرجان الترفيهي الأكبر والأضخم في مصر والشرق الأوسط. بمناسبة النجاح الكبير اللي حققه المهرجان، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت امبارح قرار مهم جدا جدا جدا. إيه هو القرار ده؟ إن صافي عوائد مهرجان العالمين هيتم التبرع بيه لمبادرة حياة كريمة. في الحقيقة هو ده الدور المجتمعي المهم اللي بتحرص عليه الشركة المتحدة، وده اللي أكدته في بيانها امبارح، واللي قالت فيه أن التبرع ده بيأتي إيمانا منها بالدور اللي بتلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا والتخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية وأكيد كمان في الحضر. كمان الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا. وطبعا الشركة المتحدة كانت حريصة على أو في الموسم الصيفي أنها تشتغل على المهرجان أو مهرجان العالمين في دورته الأولى عشان الترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العالمين على خريطة السياحة المصرية وكمان العالمية، وكمان زيادة فرص الاستثمار، وده من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة. حقيقة مبادرة في منتهى الأهمية، بتحقق المصلحة العامة في أكتر من اتجاه، بتروج للسياحة، بتوفر فرص عمل، بتدخل عملة صعبة، وكمان بتدعم أهالينا في القرى الأكثر احتياجاً من خلال التبرع بالعوائد للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. في الحقيقة إحنا على مدار الفترة اللي فاتت إحنا شفنا نجاح كبير قوي قوي حققه المهرجان، سواء من الحضور اللي حضروا المهرجان في فعالياته المختلفة، لأن هنا المهرجان ما بيتكلمش عن فعالية واحدة أو فعاليات فنية فقط، لا، إحنا شفنا فعاليات رياضية، شفنا بعض الرياضيات الشاطئية، شفنا البادل اللي ناس كتيرة قوي احنا شايفينه موضة الفترة دي، وشفنا إقبال كبير عليه، شفنا فعاليات ثقافية وفنية، الحفلات اللي لقت نجاح يعني منقطع نظير زي حفلة راغب علامة، نانسي عجرم، تامر حسني اللي أبهرنا بحفلته المختلفة جدا جدا. النهاردة قادرين نقول إنه فعلا مدينة العالمين مدينة قادرة تنافس المدن العالمية. المدن الساحلية دايما ليها طبع خاص زي ما كنا دايما بنقول لحضراتكم، وليها السايح بتاعها المختلف، وقدرنا نحقق ده في مدينة العالمين، والمهرجان ده كان هو السبب في ده في الفترة اللي فاتت. احنا مستمرين في متابعة فعاليات مهرجان العالمين، ومستمرين في متابعة بصراحة يعني قرارات الإيجابية جدا اللي بتقوم بيها الشركة المتحدة. أنا عايز أقول لحضراتكم إنه ده مش الدور المجتمعي الأول اللي بتقوم بيه الشركة المتحدة، ولما تقرر قرار زي ده فيما يخص حياة كريمة قرار كبير جدا جدا، لأن ده مشروع القرن بالنسبة لمصر، مشروع بيمس كل المصريين الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة ليهم. فالنهاردة احنا بنتكلم عن فعاليات مش بس بتوفر فرص عمل، مش بس بتوفر فرص استثمارية، لا كمان بتوصل لأهالينا في كافة أنحاء الجمهورية، وده عن طريق ان هي بتوفر ليهم او الـ يعني النجاحات الكبيره اللي حققها المهرجان، صافي عوائد المهرجان بتعود او هيتم التبرع بيها لمبادره حياه كريمه. قرار في منتهى الايجابيه، بنشكر الشركه المتحده عليه، واحنا مستمرين ومتابعه فعاليات هذا المهرجان الناجح جدا. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم.